هيدي الصورة تعبر عن رفض ربما لهؤلاء المعتصمين للواقع الاجتماعي والاقتصادي. سألت عدد كبير منهم حول رأيهم بالورقة الاقتصادية والإصلاحية اللي تقررت من قبل الحكومة. في كتير منهم قالوا الحكومة تأخرت جدا وفيت الأوان. في البعض قال هي قصة ثقة، نحن فقدنا الثقة، ولكن اليوم لا يمكن لأي إصلاحات أن تأتي من خلال طبقة سياسية تعهدت وتعهدت مرارا وتكرارا لسنوات ولم تأتي بأي نتيجة. اجت لقلن الفرص العديدة وكان لهم الفرص العديدة، ولكن خلاص بالنسبة لقلن أصبح من الواجب التغيير والتغيير.